درجة الحرارة عالية وناس جاي يطلقون نسوانهم. أي أنت تتزوج ما تتزوج؟ عم شماني بسودين مخبل، هي من الدنيا حارة بالبصرة تحمس حمس، أنا من نجيبة من ما تريد سبليت ما تريد برودي عمي، لو بالشتاء لو ما أريد عمي، أنا وصمرتي على رجال خاطب عمي ظل عندها ليش من هذا الشتاء، هي ناس جو يحمس عمي مو ما الزواج. يعني أجيبها من الحر تطلقها؟ أطلقها عمي، شو أنا وديها دنيا حارة تحمس حمس، وين نروح يعني؟ جابها يا علها زين جابها علها، يعني سأنا حب زوجتي والله صار الدنيا حارة أطلقها، من صار الدنيا باردة أتندن ليش طلقتها. حجي يا شاذ عم والله يخليك، هذا بس أكو داخله شغلة بس اللي يدفع لها براس الحر، لا فرش لا أكثر ولا أقل. بس تعتقد أنه بدرجة الحرارة هم يسوي ضغط نفسي؟ أوتوماتيكي يسوي ضغط نفسي. إنزين الثانية إذا عندك ضغط نفسي ليش تطلع برا؟ اقعد واسكت. يقعد واسكت قدر الإمكان، حول شغلاتك لليل. ها حلو. أي بس ما تطلق عمي، شوف هو الزواج شر لا بد منه، ان طلقت تورطت وان ظليت متورط قاعد واسكت. هذا الموضوع اصلا هذا رباني الله سبحانه من الحراره، ايش اللي علاقه الانسان بها؟ زين انت تي تخلص من عندي لو تخاف؟ لا لا اخاف ولا اخلص منه. زين والله العظيم. ومن تنق عليك بالحار؟ بالحر ايش تسوي له؟ هذا انا قلت وديها لاهلي. والله حجي هذا مو عذر، بس هو منا ضايج وهاي تجي تريد هذا وتريد هذا والدنيا حاره، قال توكلي والله طالق. زين ايه انت تطلق تقدر تطلقها ولا حاره الدنيا؟ لا اسمو مو عذر هذا. اه خاف من عذر خاف؟ لا ما تخاف. بس الحراره مو جديده على احمد راضي، احنا متعودين بالباص اصلا هسه بارده نعمه، نريد بعد شويه ازيد ازيد، متعودين احنا البصرة. قد درجة الحرارة اليوم؟ والله ما ادري. يعني 50 وباردة عندك؟ اي لا اكو. متعودين يكون 60 70 80 حتى بعد قبل سفرة الى الله.